السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، برنامج جديد في العقيدة والتوحيد أقدمه لأمة الحبيبة بأسلوب ومنهج جديد في سؤال سديد وجواب جامع مفيد، ولم لا، والسائل هو أمين وحي السماء والمجيب هو أمين أهل الأرض، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث جامع يشتمل على الدين كله، رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم بطوله، ورواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر،
ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الأخيرة والدرس